وفما حديث على انه هذيك الوضعيه معناتها في مرحله متقدمه اليوم، وضعيته الصحيه تدهورت اكثر فاكثر، وعائلته تطالب باخراجه من السجن لاجراء عمليه مستعجله كان تطمن عائلته، اصدقائه، الناس اللي تعرفوا، زملائه ربما، على وضعيته شنو بالضبط وضعيته اليوم الصحيه، وشنو هي اخر تطورات هذا الملف مع اداره السجن. بالنسبة لراشد الخياري هو أصيب بورم يتسمى ورم حميد. طبعا الورم الحميد إذا كان ما يتمش معالجته والعناية به فإنه يمكن يتطور إلى ورم خبيث. وضعية راشد أنه في البداية تم تمكينه من جرعات من زرارق. قعد تقريبا عمل 20 زريقة، ولكن تبين أنه حالته قاعدة تدهور، وهذا يؤكد أنه التشخيص متاع المرض متاعه من طرف الطبيب متاع السجن أو من طرف الطبيب اللي باشر الحالة متاعه، ينجم يكون أيضا طبيب من خارج السجن، ما كانش مناسب. واليوم حالته قاعدة تدهور، والورم قاعد ينتشر في الجسد نتاعو، وتقريبا في كل الجلسات اللي معناها كان يخرج للمحكمة في المحاكمة نتاعو كان يطلب من المحكمة باش تعاين الجسد نتاعو والوضع اللي يوصل له. ولذلك والورم معناتها قاعد ينتشر. وين مصاب نجم تقول ولا تتحفظ معناتها على السرد؟ يعني في كامل جسده معناتها. في انا هو ديما يكشف على صدره ويقول شوفوا معناها الحالة متاعي. ولذلك اليوم اذا كان معناها باش يتم التعامل بلا مبالاة مع وضعية راشد الخياري فإنه أصبح مهددا في صحته وفي سلامته الجسدية وحتى في حياته. وأعتقد أنه اليوم من باب الإنسانية، من باب الرحمة، من باب معناها الراجل بيان سور، احنا ما نحكيوش على بعيدا عن كل المزايدات السياسيه استاذ جومان، نحكيو على وضعيه صحيه نتاع مريض تونسي، مواطن تونسي. مواطن تونسي بقطع النظر على الخلافات السياسية، بقطع النظر على موقفنا منه، بقطع النظر على كل شيء، هو كسجين يتمتع بجملة من الحقوق اللي يخولها له القانون، من ضمنها حقه في التمتع بالصراحة الشرطي. هو قضى تقريبا مثله 3 شهور عنده مثله 3 أو 4 شهور على أقصى تقدير، ويكمل مدة العقاب المحكوم بها في جميع القضايا. من حقه يتمتع بالصراحة الشرطي طبقا للقوانين الجاري بهذا العمل. نحن ما نطالبين حد شيء، طالبين يتم الإفراج عليه باش يتمكن على الأقل من إنقاذ نفسه، يمشي عنده أطباء معناه هو كانوا يباشروا فيه في الحالة متاعه قبل دخوله للسجن، وكانوا معناها تقريبا قبل ما يتم إيقافه كاد أن يتم معناها إنهاء هذا الورم، معناها كان في المرحلة الأخرى من العلاج. لكن بعد إيقافه ونتيجة معناها التقصير في العلاج ونتيجة معناها التشخيص الخاطئ وكذا، فإنه الوضع متاعه عاود الدهور ومشي ويدهور. معناتها اليوم هو المرض أصيب به من قبل دخوله السجن، ما أصيبش به في السجن. قبل دخوله إلى السجن وكذلك. اليوم معناتها عائلته طالب على قليل انه يتمتع بصراحه، قدمته بالمطلب هذا لاداره السجن اليوم لوزاره العدل، المطلب الافراج معناتها الشرطي او السراح الشرطي حتى انه يستكمل العلاج نتاعه ولا ما زلته؟ اولا وزاره العدل تقوم بمنح الصراحة الشرطي بقد حتى للي ما يقدمش مطلب. يعني هم عندهم قوائم تاع المسجين اللي انهاوا المدة اللي معناها عندهم احكام نهائية وقداش محكومين وقداش مازال لهم وكذا، واللي تتوفر فيه الشروط واللي معناها تعمل بها وزارة العدل، فانه يعطيوه صراحة شرطي، معناها ما يحتاجوش باش يقدموا مطلب. لكن مع هذا العائلة حسب المعطيات اللي عندي تقدمت بمطلب للصراحة الشرطي في خصوص راشد.
والله إن شاء الله معناها ننتظر معناها تفاعل إيجابي. هذه حالة إنسانية، حالة معناها لأنه زاد ثم مسؤولية قانونية اليوم، لو أنه لا قدر الله يصاب فإن هنا راهي باش تولي عليها آثار قانونية وباش تتم فيها تتبعات وكذا، معناها هذا ما نرضوش به. احنا عندما نتمناوه معناتها اليوم مواطن تونسي من حقه العلاج، واذا وضعيته اليوم قاعدة تدهور والتشخيص نتاعو والعلاج اللي تلقاه في السجن ماهوش قاعد يعطي في نتيجه، من حقه اليوم يتعالج في افضل الظروف، ومن حقه انه يتمتع بقرار الصراحه الشرطي حتى انه يستعيد العافيه نتاعو. هذا اللي نتمناوه بطبيعه ليلو ولا كل اليوم انسان مريض، وان شاء الله ربي يشفي الجميع ان شاء الله. هذا ما نتمناوه استاذ. شكرا لفضلك استاذ سمير بن عمر، لفضلك الاستاذ المحامي، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نواصلوا معكم لقانا، حكينا على مرض الصحيح، لكن بعد شويه شنو نحكيوا بعد الفاصل على نجاح عمليه استئصال ورم من قاع الجمجمه باستعمال المنظار في عمليه لاول مره تصير في تونس. ساعه سعيده كل يوم على ديوان فم من الاثنين للجمعة من التسعة ونص حتى شم نص نهار، الحاضر يبلغ الغايب. ديوانة فاهمة صوتكم. هنا آخر الأخبار والتطورات، هنا أهم الاستضافات. كالعادة كل نهار من الاثنين للجمعة في هنا تونس من نص نهار للماضي ساعتين. هنا تونس مع معز بن غربية. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم